أمر في مرحلة مشاعر مختلطة جدا، ما بين توتر وما بين فرحة إنجاز وما بين دعائكم في هذه الأيام الفضيلة. تكفون اليوم تسوعاء وعاشوراء، ادعونا يعني تكفون، كل ما تذكرتونا ادعونا. أكثر مرحلة شايل همها إن شاء الله بحاج سيتواجد في المعرض الساعة 8 مساء بإذن الله، بيكون فيه دخولية، طبعا مفروض الدخولية تكون العصر عشان التصوير والإضاءة، لكن ما صار، انتظرونا بيكون فيه دخولية الساعة تقريبا 8-8:30. المقاطع راح ننزلها بسناب بهاج. الآن بناخذ كلمات من كل الشباب اللي موجودين معنا. معنا الواوي، واوي عطنا كلمة بالمناسبة. حاب أمسي عليكم بالخير يا أخواني، ونقول عند فندر للعلوم الغانمة زاورونا ولا تقطعونا يا أخواني. الله يسعدك. معكم كان معنا من مدينة الباطن العظيمة الواوي. الآن ننتقل إلى سالم. سالم، بما أنك صديق فندر ولد عم فندر، كلمة توجهها لفندر ولد وعيال عمك. الله يمسيك بالخير يا أبو محمد. ما شاء الله، أقول اللي شفته اليوم شيء صراحة يثلج الصدر. فندر أول مشاركة له كسمعة كجماهيرية بالمعرض، شيء مبهر، شيء خيال. فالكم التوفيق إن شاء الله. كل التوفيق الله بدعواتكم. خال فندر تعال يا حبيبي. خال فندر، محدثينك الآن سبيس فلاح الأكلوبي، وجه رسالة وكلمة بهذه المناسبة العظيمة بما أنك أنت خال فندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. تقولي ركب طيارة. اخباركم؟ المعرض لا يفوتكم يا اخوان، والله لا يفوتكم. ارين ترسلين طلب، ارسل لك اطراق من ما عندنا حد يدش، هنا يا اسخال. كيف تشوف العطور؟ العطور صراحه انا الاشياء الجديده اللي عجبتني، وانا صراحه ما اشوف الا فندر، ما راحت غير دائما العظم. صديق فندر، الصديق العظيم الاخ قعقوري، تفضل. زاد فضلك اخ فلاح، اقسم بالله ان عجبتني انا في اشياء جديده غير العطور. معطرات شو اسمها؟ معطرات ايش؟ معطرات جو جميلة جدا. احد يفوت والله. احنا دبينا الاسم والله ما عاد ندري، وناخذ معنا الاستاذ فلاح. تفضل يا حبيبي. شكرا لكم. اتمنى 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 من كل قلبي انكم ان المنتجات تحوز على رضاكم. اتمنى من كل قلبي انكم تحظون. انا والله العظيم اني قاعد قد ما اقدر اعيشكم اللحظه، احاول قد ما اقدر افتح لكم سبيس. والله العظيم اني في زاويه شافني قالب هبو، بصورنا العظيم قاعد يجهز لكم صور حلوه، في مقاطع ان شاء الله بتنزل، بس سامحوني النت في القاعه مش كويس جدا، مش كويس. اصدقاء فندر الرائعين، كونوا بخير دائما. ادعونا صدق، ادعونا لأن أكثر حاجة نحتاجها الفترة الحالية دعواتكم الصادقة، لأن أخوانكم عطوا أجيبوا أطفالكم إن شاء الله. يعني في فعالية بسيطة بهاج قرر يسويها، يكون مع كل طلب يكون فيه هدايا بسيطة. عطوا بزارين يا حلوهم، ودي أصور البراعين وهم يأخذون النفخات. المهم هدايا بسيطة للأطفال، هدايا بسيطة للزائرين. إن شاء الله يا رب كل يوم يكون عندنا شيء جديد. مو قدركم إننا نهديكم، قدركم حاجة أكبر من إننا نهديكم. شكرا لكم. سواء طلبت ولا ما طلبت راح يجيك هدية، سواء اشتريت ولا ما اشتريت، وإذا معك طفل راح يأخذ هدية. وشرفتونا ونورتونا، جيبوا عيالكم وسيروا علينا. لا تشكروني أنا، أشكر بهاج، لأن بهاج هو هذا كله شغل بهاج، أنا ما لي علاقة. هيثم حبيبي تفضل.
هيثم اسمعني لبيه يا حبيبي. ايه يا حبيبي شوي وقف. هيثم اسمعني. هلا فلاح. هلا والله حبيبي ارحب. اقول لك اسمعك كل شيء تقول جيب العيال. جبت عيالي وشو مرحبا ومرحبا جيبهم خليهم من نوع ساهل. جايبهم عشان الهدايا ولا جايبهم عشان العطور؟ لا والله بجيبهم عشانك انت بهاي. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. مرحبا والله مسلم. خلاص تسمع فلاح ببدأ جهزهم من اليوم إلى بكرة. الله يعين. الله يحييكم. الله يحييكم. تستاهلون تستاهلون العنوة. إن شاء الله بكرة أنا معكم بحول الله حبيبي. عزيزين وغالين وشكرا لكم. وأستاذ هيثم أبو محمد أرحب ترحب بالمر بهاج الأكلوبي مالك عطور فندر أرحب الله يحييك. مرحبا والله وسهلا يا أبو محمد. تعال 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 تحسبك بتروح. تعال يا أبو محمد. الله عيال محمد قادحين يفتحون سباسات بالمعرض. تعال 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 يا أبو محمد أرحب يا أبو محمد. الله يبجيك. أرحب يا فلاح وأرحب يا هيثم. أرحب بإخواني المستمعين. أرحبوا جميعا. ترى أرد يا حبيب خذ راحتك. الله يحييكم جميعا. يلا حيهم تحيا المطر. أنا بإذن الله جايكم يا حباني. أنا والله أني رقدت وكنت تعبان جدا قمت متأخر ويلا كنا نعيشه ورحنا شربنا قهوة كوننا عمايمنا والتأخير كان بسبة عبود بن جدلة. ابن جدلان هو محمد بن عايض ولد عمي حمودي تشهد بذلك انت ما يعني انت مقل في السوشيال ميديا تشهد ان عبود هو السبب. فانا اعتذر منك استاذ فلاح واعتذر من حبيب قلبي. الله يحييك يا ابو محمد. الله يحييك مكاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارحب يا نايف. ارحب يا نايف قلبك والعمر الطويل. الله يحييك يا نايف. مساكم الله بالخير وعلى البركة الافتتاح. الله يطول. الله يبارك فيك يا نايف. مرحبا بالملايين يا أخي. حبيتك وأنا ما أعرفك بسبة صورة عرضك. لبا والله كبدك. لا والله كبدك. كيف الحال؟ والله الله عساك طيب. شو الأخبار يا جماعة شو مسوين؟ الله بخير. والله للأمان أنا كنت مستمع يعني فلاح وطريقة سرده في الكلام عن المعرض ويتكلم بلغة عربية فصحى وفجأة كذا يقول يا زين ويا زين ورعين ياخذنا بلونة. الورعين الورعين والله العظيم إنهم منورين جدا. لا 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 يخلصون لا يخلصون النفخات الورعين أبد. أبشر أبشر اللي يخلص نجيبه. لكن اسمع أنت وينك؟ انا عني جايكم مطايحني يا ولد في زحمتنا هنيه. الله يحييك. الله يحييك ابو محمد. ابو عبد الرحمن احنا كم نبعد عن المعرض؟ المعرض وين يا فلاح؟ كم نبعد؟ المعرض طريق المياه الساعه جهه بيشه في الرياض يا فلاح. لا نفداك مساك الله بالخير يا نايف. يا حبيبي في ابها نسيت بالنور. ما تشفي ما تشفي ابو محمد. ابو محمد فلاح ما تشفي ما تشفي مساك الله بالخير يا نايف. مساك الله بالنور. أنت وش تنشد عنه؟ المعرض. أنا على بالي عندنا في الرياض. على بالي إن عندنا في الرياض. إيه. يعني ما تدري الصجة ولا أنت وينك من السوشيال ميديا؟ يعني ما تعرف تندر. أنا. وكل فندر نارا على علم. كأني ما بتسيك المعرض فبها. الله يمسيك بالخير. وياك. والله يحييك تسير علينا تعال. الله يبقيك. لكن لولا الأشغال جيناك. مرحبا بك. اشغالك نخلصها لك حنا وش تبي بس؟ ما يحتاج. جعل ربي يطول عمرك. ابيض وجه. والله اني اقولها وانا صادق. انت عتيبي؟ والله الله الله والله نعم. تعرف تعرف عطوراتي فنتس؟ فنتس؟ ايه والله انها كانها مره علي بس والله انك حمار. ما تعرفها ما تعرف ما تعرف. ايه الظاهر انها جهه حلبان والخاصر ما خاب ظني. يعني كنت دليله حرامي العتيبي ذا حرامي يا الربع شنو عليه حمله. ابن جد ابو محمد الله يحييك. انا مضطر اني اقفل السبيس. لا 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 يا ابو حميد ليه خله زحمه يخليه يتسلى. حط ميوت خليه يلا حط ميوت يا رجال حط ميوت حط ميوت. ايضا بتقب بيني وبين ذا العتيبي غير عندي ابن جدران بيتسفيني فيه. نقول تهجي يا ابن جدران انت بتهجيه ونعم جعلني والله ما بتسيك. انا ظني يا عتيبي وش دراك انه جهه حلبان والخاصره
ما هو بعيد قد مر علي انا متاكد. ها انا متاكد قد مر علي والله ان ما انت بس حي. بس اني ها هسه لكن يوم انك نشدت لا والله تاكدت. كيف تاكدت؟ ها كيف تاكدت؟ منافس 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 المن انا والله ها منافس المن نفس الفندر والله يا هبا نفس الفندر لا والله تسمعني هذا صوتك يقطع. الو منافس المن وشو منافس الفندر هو اقصد فندر ينافسه لا 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 نفد خشمك هبا ولا تهب انت لا انت لا ما تهب لكن يفنتس لكن يفنتس عليه حرم نهابه ما هو بحول انا في الثريا والله انك صادق انه في الثريا عز الله انك ما كذبت في ذي ما عاد الا ايفنتس يلعبون علي انا ابو محمد انا بقفل انا بقفل انت وينك انا عني جاي قرقه انت من مغرب تقول جاي من المياه احنا في شارع المياه يلا زحمه عنا جايكم خالي وينك يلا يلا يا ابو محمد الله يوفقك ومرحبا وبس انا يعني ما خلا منك يا نايف ولا منك ولا منك ابو محمد والله يوفقك ان شاء الله يا اقبال النار والدوليه باذن الله ابشر بالسعد انت بس وجهنا واحتسب ابد الله يوفقك لقاء فندر الرائعين شكرا لكم شكرا دعمكم محبتكم الصادقه تعالوا حبوني ودعواتكم العظيمه جدا اللي ترافقنا في كل مكان علي الملازيم يا من جاني يقول صور ولا يشتري ناخذه بالعقال ما يلا فيه. صورني قول فلان قول فلانه فيه عقال الله يحييكم يا الربع مرحبا مازال في امان الله ابن جدران مساك الله بالخير يا مرحبا نشوفكم على خير هذا سبيس المعرض ولا قناه الساعه يلا الله ييسرها يا اخوان لقمه العيش صعبه نشوفكم على خير في امان الله والله قاعد حين في نص المعرض فاتحين سبيس الناس تبيع تشتري احنا فاتحين سبيس واضح انه بنصير تجار واضحه يلا مع السلامه في امان الله